بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبر الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، من انطلاقات هذا المهرجان الختامي الكبير، ألا وهو على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المقام هنا على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ميدان التميز دائما وأبدا. هذا الشوط هو الشوط السابع في المجموع، خصص لي الحين لأبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط للمركز الأول. هناك سيارة ثمينة أيضا للمركز الأول، تيوتا ستيشن جي، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية رصدت لهذه الأشواط، هذه الانطلاقات المتميزة دائما وأبدا. نسير إلى مقدمة الشوط وأرى اللي في المركز الأول. هنا القوس، القوس قوسج أو الكوس أو الكوس، هني مسجل القوس ولكن هي الكوس، الكوس القوس قوسج، والسهام سهامج بالفعل لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني في المركز الأول. انفردت انفراد كلي كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، وننتقل مباشرة إلى المركز الثاني. هنا غصايب لخليل بن ناصر الشهواني تأتي في المركز الثاني، النقل التالية على المركز الثالث، وأرى منصورة لعلي بن سيف بكليب الاجتبي. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، تدخل في هذه اللحظات من بديعة للسيد سند بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الخامس أصبح من نصيب منحاف لسالب بن سعيد بن منانة السويدي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، مشاهدينا ومتابعينا على الهواء مباشرة عبر قناة الدوري والكاس، وعبر أيضا دبي ريسنج، وعبر نجوم فور المتميزة وقناة الهجن. يا سلام، الفايف ستار، الفايف ستار، وأول إذاعة، أول إذاعة للمراكز الخمس المتقدمة في هذا الشوط. ونعود إلى الكوس، الكوس، الكوس مسيطرة كل السيطرة على مجريات الأمور منذ البداية حتى هذه اللحظات، تحمل هذا الشعار المتميز، شعار السيد أحمد بن سعيد بن سيف المشغوني. وتبغي السلام لأهل سويحان، هل سويحان يطالبون بسلام. النقلة التالية على غصايب، 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 بالفعل اسم قوي ايضا في عالم سباقات الهجن. وغصايب تعود ملكيته ايها الاخوة لخليل بن ناصر الشهواني، تأتي في المركز الثاني. ننتقل مباشرة الى هنا شرايين، شرايين في المركز الثالث لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، تأتي في المركز الثالث. والمركز الرابع أصبح من نصيب منصورة، منصورة للسندباد القطري، نعم متواجد صالح بن حمد القمرة. والمركز الخامس هناك منصورة لعلي بن سيف بكليب الاجتبي. هذه الخمسة المراكز وهدوء حتى هذه اللحظات، لم تهب أيضا أي عاصفة، لأن الكل، الكل يتربص للثاني، الكل يتمنى أن ينال بالناموس وكلمة الناموس وبالسيارة وبالزعفران في هذا المهرجان. يا سلام، مهرجان سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذا الدعم اللامحدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة.
نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الكوس. الكوس لا زالت مسيطرة. الكوس تعود ملكية الكوس لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني، ولكن غصايب أيضا واصلة بدورها وتنتقل من مركز إلى آخر في هذه اللحظات. غصايب تعود ملكية السيد خليل بن ناصر الشهواني. المركز الثالث هنا شرايين راعية الإنجازات الكبيرة، شرايين هذا الأسم المعروف لدى جميع المعلقين ولدى جميع الملاك. شرايين تعود ملكية لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، تأتي في المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب منصورة، ومنصورة لعلي بن سيف بي كليب الاجتبي. والمركز الخامس هناك أيضا منحاف للسيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي، وكما ترون على الشاشة بعد التكريم للشوط السابق أيضا في هذه اللحظات العرض للثلاث المراكز الأولى بقيادة هتاش، بقيادة هتاش للسيد محمد بن فري المنصوري. يا سلام، شكرا لمخرجنا، شكرا للحمادي على هذه اللقطات الجميلة الواضحة لجميع المشاهدين الأعزاء المتابعين الكرام. نعود إلى غصايب اغصبت الجميع وانتقلت انتقالة إلى مقدمة الشوط بكل قوة وبكل جدارة وبكل جبروت. هذه غصايب لخليل بن ناصر الشهواني في المركز الأول. النقل التالية على الكوس لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني، تأتي في المركز الثاني. هنا شرايين اللي في المركز الثالث لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. والمركز الرابع أصبح من نصيب النويعس، ولكن ينخطف من الواصلة لمحمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. انتقلت إلى المركز الرابع وأول إذاعة لشعار بن نايفة. يا سلام، المركز الخامس هناك النويعس لمحمد بن جاسم بن براك المزروعي. وهناك منصورة أيضا اللي خذت المركز الخامس لعلي بن سيبي كليب الاجتبي. يا سلام، وين وصلنا؟ وين موقعنا في الأعراب في هذه اللحظات؟ أعتقد أن اقتربنا من لوحة الأربعة كيلومتر أو لوحة الثلاثة كيلومترات. ويا سلام، ما أدراك ما بعد الثلاثة كيلومترات. هناك بتكون القوة، هناك بتكون فتح الأجهزة، هناك الأوامر أيضا عند الكيلوات الأخيرات. يا سلام، والكوس غيرت بكل قوة، غيرت واستعادت حقوقها المنهوبة. الكوس تعود ملكية الكوس لأحمد بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني. يا سلام، النقلة التالية على غصايب لخليل بن ناصر الشهواني، تأتي في المركز الثاني. هنا شرايين لا زالت في موقع الشرف. هذه شرايين أيضا في المركز الثالث لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. والمركز الرابع هناك الواصلة لمحمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. والمركز الخامس هناك أيضا منصورة لعلي بن سيف بي كليب الاجتبي. أيضا وصلت تبغي المنافسة، تبغي أيضا المراكز الأولى مثل ما عودنا، هذا الشعار المتميز في كل أيضا شعار هجام وشعار جبارة بالمنافسات على المراكز الأولى في الأشواط الرئيسية في أشواط القوة والإثارة في هذا المهرجان وفي كل المهرجانات. هناك أسامي أيضا، أذكر الأخوة بأن هناك شعارات ترونها من خلال السير أيضا في هذا الشوط وهذه الصورة. هناك أسامي لم تدخل عالم الإذاعة، انتظر المفاجآت العديدة، ولكن لا زالت الكوس
الكوس لا زالت بدون أي أوامر، لا زالت مسيطرة على الموقف، مسيطرة على أيضا رأس حربة هذا الشوط لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني. المركز الثاني هنا غصايب لخليل بن ناصر الشهواني أيضا بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. المركز الثالث شرايين، الله 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 الله، شرايين شرايين شرايين، السبق فيها شرايين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. ووصلت هنا النويعس، النويعس وأول إذاعة للنويعس لمحمد بن جاسم بن براك المزروعي، واصله ايضا بدورها. هل الغربيه يطالبونك بسلام يا ابو خلفان؟ المركز الخامس هناك منصوره، منصوره منصوره لعلي بن سيف بكليب الاجتبي. هذه الخمسه المراكز، هذه الخمسه المراكز، وهناك التغيير جرى وطرى على مقدمه الشوط من شرايين. شرايين غيرت، شرايين انتقلت إلى مقدمة الشوط، شرايين اللي عينها على السيارة، شرايين اللي عينها على الناموس لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. المركز الثاني هناك الكوس، الكوس 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 أيضا لا يستهان بها لأحمد بن سعيد بن سيف بن معضد المشغوني. يا سلام، وبن براك وصل، بن براك محمد بن جاسم بن براك المزروعي مع النواعس، مع النواعس، مع النواعس، تتسلل النواعس، تتسلل، تسلل ملموس، تسلل واضح. المركز الرابع هنا غصايب لخليل بن ناصر الشهواني، ولكن نعود إلى الكوس، نعود إلى الكوس، راعية الإنجازات الكبيرة، راعية الإنجازات، وهذا الزعفران هو أكبر دليل على رأس الكوس، لأنها انتزعت المراكز الأولى بهذا الشعار المتميز، الشعار السويحاني، الشعار المشغوني، شعار بن معضد. يا سلام، الكوس، الكوس في المركز الأول، الكوس تقترب من السيارة، الكوس تقترب من الناموس، الكوس تقترب من السلامات. 400 متر تفصل الكوس عن السيارة وعن السلامات، ومن الآن نقول سلام، سلام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا أيضا السلام خاصة إلى مدينة سويحان، مدينة التراث، مدينة مدينة الأصالة. تهانينا لأحمد بن سعيد بن سيف المشغوني، سلام يا بن معضد، سلام يا بن معضد، سلام أيضا والتهنية لسعيد بن سيف بن معضد المشغوني، هذا الرجل المتميز في كل محفل. تهانينا للمشاغين جميعا على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني وصلت فيه شفاء للسيد عبد الله بن مظفر العامري. المركز الثالث بديعه لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الرابع النويعس لمحمد بن جاسم بن براك المزروعي. المركز الخامس وصلت فيه منصوره لعلي بن سيف بكليب الاجتبي. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء، ذعناها على حضراتكم كامله مكمله، وهذه إعادة، إعادة للكوس. يا سلام يا سلام، الكوس حين أيضا هبت بالهبوب الحلو البارد الناموسي إلى مدينة سويحان، 13 دقيقة 6 ثواني 30 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سعيد بن سيب بن معضد المشغوني على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الكبير، والسلامات ذهبت إلى مدينة سويحان، مدينة الأصالة والتراث. اللي وصلت خذت المركز الثاني اللي هي شفاء، حيث أنها قطعت المسافة في 13 دقيقة 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مظفر بن محمد بن مظفر العامري، واللي جت في المركز الثالث بديعة قطعت المسافة في 13 دقيقة 10 ثواني 30 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بديعة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. هكذا